إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عندك شيء بتقوله؟ لا أسلم لا والله بعدك درست أنا خذ راحتك. صباح الخير جميعا. شوف انا ابى اقول لكم حاجه انا اتعلمها من سنين اضيعها امسكها واضيعها واخطيها اللي هي شو اسمها الحلم. انا قاعد اصير احاول اصير حليم. انا اعشق الصفه ذي. انا دم تعرفون اقرا فما حد ساد العالم ولا حد ساد ربع ولا ساد بيت الا بالحلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لو أجيك أقول لك يا فهد وقص فلان من الشعار يقول الكفو اللي يسوي كذا ما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنا كنت في الثانوي متوسطة لين جيت الثانوي وأنا انفعالي وأتهاوش لين مسكني مدرس الله يجزاه الخير إن شاء الله وقال لي هل الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بشيء فوق طاقتنا؟ قلت لا.
قال الرسول سأل أحد الصحابة قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب ثلاث مرات. أذكرها اسمها عبد العزيز العلي الله يذكره الخير، طلعت في المكتب أقسم بالله العلي العظيم أني إنسان ثاني عشان أقول كلام هذا. والعافين عن الناس في الآية يقول والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يقال يوم القيامة فمن عفى وصح وأجره على الله، أجره على الله يعني ما له حد. تخيل لو أقولك ولله مثل الأعلى مثلا نقاطك بيد فلان، نقاطك بيد الليدة، نقاطك بيد سعود، أتقول خلاص أمور ولله المثل الأعلى. فلو أقولك أجره على الله فيقال في يوم القيامة ينادي من كان أجره على الله فليقم، فيقوم العافين عن الناس. لا تضحك. فهذا شيء أنا أحاول قد ما أقدر صدق أنه يكون حليم، زي ما قيل الحلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، هذا اللي أقدر أوصلها لكم إن شاء الله عاد إنكم تستفيدون. وياكم جميعا. هذا درس الحال. طبعا إحنا عندنا دقيقتين هذه اللي كل يوم نأخذها، اليوم عندنا قبل لا نبدأ في درسنا اللي هو قصير يعني دقيقتين حول في 70,000 قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يدخلون الجنة من غير حساب. تعرفون منهم 70,000 يدخلون من المسلمين يدخلون الجنة من غير حساب. هذه واحدة. الأمر الثاني شنو آخر ما قاله إبراهيم عليه السلام قبل لا يلقى في النار؟ حادثة. هذا درسنا اليوم راح نعرف. تشفيق جميل ها. إحنا اليوم عندنا باب اليقين والتوكل. الله سبحانه وتعالى يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب في غزوة الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث اللي يقول عرضت على علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط يعني، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذا رفع لي سواد عظيم فظننت أنها أمتي، سواد ناس، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فنظرت إلى سواد أعظم من السواد الأول فقالوا هذه أمتك، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب. فاللي سماهم رسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هم منه يقول فبدينا نخوض، راوي الحديث يقول فبدينا نخوض بين منو هذول منو هذول، فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال منو اللي يخوضون في هذا الكلام على شنو يعني، فقال بأنهم اللي لا يسترقون ولا يتطيرون. الاستراق اللي هو لا يطلبون الرقية من أحد، يجي أحد يقرأ عليه، هذه من الأمور اللي حنا يمكن نقع فيها بالخطأ. والثاني اللي هم لا يتشاؤمون، والثالثة وعلى الذين هم على ربهم يتوكلون. فهذا شكل من أشكال التوكل. إبراهيم عليه السلام يقول قبل لا يلقى في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه دلالة على أن التوكل على الله سبحانه وتعالى يؤتى بالإيمان التام أن الله سبحانه وتعالى لا توكلت عليه فعلا راح يجيك الشيء اللي أنت توكلت عليه. في بعض الأشخاص يتوكل على الله لكن من يشوف عرقلة بسيطة في أموره يقنط، يقول يا أخي أنا توكلت وما صار يا أخي أنا. والحديث الأخير أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعني يقول قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركته القائلة اللي هي نوم القيلولة هي بريح، فاستظل في شجرة كبيرة، فجاء أحد المشركين وأخذ سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يمنعك مني يعني من اللي يمنعك مني، فقال الله، فخر السيف من يده. وهذا حق التوكل يعني، شوف يا شد لحظات الموت والخوف ما خاف ولا تضايق، قال إن الله سبحانه. وهذا شكل من أشكال التوكل. فأنت لا قدمت على أمر سواء في مسابقة ولا أمر في حياتك، عط التوكل حق توكل أنك أنت بتوكل تدري بأن الله سبحانه وتعالى رح ينصرك ولو بعد حين، ولا تكون متواكل اللي هو مثلا يدعي الله ولا يبذل الأسباب. ويعطيكم العافية وصلى الله ورسوله على رسول محمد. كلمتين يا شباب مختصرة باب التوكل. من هم أشد عذاب؟ من هم؟ المنافقون والمجاهرون بالمعصية. الربع فيه نقطة نسج عنها، المجاهرون بالمعصية. احنا كلبونا نخطي وابن آدم خطأ، وخير الخطأون توابون. نسوي الخطأ في الليل يستر الله علينا بستر، الله يرى ويستر الله علينا بستر، ولا حد يدري عن الخطأ اللي يرتبك الإنسان. لا جاء في الصباح راح عند واحد من خياه ولا فلان، يا فلان ترى البارح سويت كذا ولا كذا ولا كذا، في يبعد ستر الله عنه، ستر الله، الله سترك، لا جاء في الصباح تروح تبعد ستر الله عنك. فلمن الواحد اخطا تراها نصيحه نصيحه نصيحه،
ترانا نسج عنها ونخطي فيها ونكررها ونسمع الحديث ذا ونكررها، فهي والله ما هي بزينه. لا من الله ابتلعك في مصيبه ولا في شيء يا اخوي، ستر الله عليك استر عمرك قد ما تقدر استر عمرك. مو بلا جا الصبح قول يا فلان تراني سويت البارح كذا، هذا المجاهرون بالمعصيه. ترى قد يكون رفيقك اللي يسمع منك المشكله اللي انت سويتها انه يسوي مثلك فتاخذ ذنبه. هذا وصلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. المجاهرون بالمعصيه هم تقريبا اشد. هو شو؟ كل امتي معافى الا المجاهرون. كل امتي معافى الا المجاهرون بالمعصيه. ما انت ملزوم تسوي غلط البارح يا هادي ولا جا الصباح تقول ترى انا سويت وسويت. انا اضرب مثل طبعا ولا انت ان شاء الله ما انت. فوالله العظيم من هذا ترى اللي انت تعلمه يمكن يسوي مثلك. صحيح. تاخذ ذنب. الله يغفر لنا وياك. لاخواني المسلمين واخواتي المسلمات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عنوني في السياره يلا. رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث إن جاء بأجل حنين فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيبة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة وضحكت حكت وبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا تعجلين من عبد الله رحمة الله وبركاته عليكم وعليكم أهل البيت أهل البيت إنه حميد مجيد لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم وهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوطا سيء
الغاسل بأهلك بقدم من الليل ولا تبت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. يجي الا معاه لبس المطار شبي بعد والله يعز وانا ماني معاه ذاك اليوم بالجلسه انت والله ابشر بالسعه لا كنت معاه تم والله تم يا ولد والله ما انت حاديني على ضيق اقسم بالله تم انت وعزيزينك واللي يعزون عليك كله شغل مايك عليك لا شغل شغل مايك عليك كنت تزر فوق باقي فوق شغل مو بكيفك مو بكيفك حتى انا وعدني معه خلاص تم تم والله تم 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 انت وعدتني معه تم والله لو اني مو وعدك معه الحين وعدتك عادي بمايكك 100% ما عادي العلي العظيم انه شغال ذبحوك فيه ذبح والله العلي العظيم ولد فوق الطاولة صح؟ والله تشوفها الو الو يكون قلبت لها جاي لا شغال شغال شكرا والله علي الو مشكلة اذا بعد هذا اذا بعد لا هذا اذا بعد عن الصوت ترى اذا بعد عن الضم عطني التمر ما في شيء يوم قلت يا ولد لا تخليني اقطع ايدي يا ولد نرجع لحديثنا يلا وعدتنا والله تم يلا والله العظيم بس ما ابغى سلمانكم اللي لا ما يجوز انت هو قبله يقول ما ابغى عايز كيف تبغى ارضى عز ومعز الحين تصفون انت يلا خلاص تم تم يلا تم يلا خلاص تصفينا علي تم تاخذ يلا سلم نعم تروح معنا تم الحمد لله نروح وين انت بتروح معنا بعد ها تروح معنا شلون تدلون؟ تدل ما ادري عنها اي بيروح معنا اكيد تدل بلندا لا احسب انه هو هو يا لا طيع علي يلا خلاص اوكي اوكي ايش يقول لك لا بسرعه سو ولو ما تبي قاعد تجامل اقرطم هني سو زيها نقول اه بتو في قصه قبل والله انها كايفه تخيل تخيل قصه الرجال اللي دخل على الكهنه يا ماجد دخل على الكهنه ولا تخيل اكثر تخيل بالرياض صار اللي ما قلت صار تخيل تخيل في الرياض صار اللي ما قلت ايه بسرعه تخيل في دقيقه لا 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 عندنا هنا ها اشهد ان لا اله الا الله والله ما في شيء تخيل في الرياض صار اللي ما قلت صار اه صدق ينقع ماذا بنواف ولا قال الله اسمع وانت تخيل في الرياض علي انا قد صار تخيل تخيل وين ترجي صار اللي ما قد صار في حلقتين رحنا الديره اول شيء يا ولد انا لك الله صار تخيل يما لطيفه اني عايد اني عايد واني متكلم بريحيت اي انا عارف جوه عارف جوه ذا خبطه على مرجل ولا هو بغبطه عندك 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 عم نيب لا انا بالله يعني تخيل راح موت انت بقطع مايك مثلا الو اوكي انا شفت اللقاء الو ما شاء الله على اساس هلا الرابع طلع وش تبي مثلا سؤال قال لي يزيد وكان ردي تبغى فيه رد ثاني وش مثلا علشان اخوي تركنا من لقائك عاد الحين لقائك لقاء نواف عياش
لا بس اسمع خلاص اقطع نغير الموضوع والله مثل ايش؟ من الساعة 10 الاول ما يسألك يا ويلك انك ما تستوعب السؤال اول مرة ودي انك تتداخل معه على طول وتجاوب بكل اريحية جاوب هذا مش جاوب قال انا من الناس اللي ما اسكت اسولف اي شيء لين ما يجيني الجواب اي هو قال انا ايش قلت؟ قلت ان انا اسوي احلف اي كلام لين اعطيك الاجابه هذا هذا كلام ترى حشو يسمونه كلام يا دافع لا الله لا يولينا والي مصر احنا الحين بلشانين في احنا الحين بلشانين في النقاط انتم ينقدوا وبلشانين في زي وبلشانين في يصير عاد اسوي لي اتعب واخذ لي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ان شاء الله تروح يا طويل العمر تسوي لي فيها فاهم انت علي بن عساف ما عندكم سالفه انه ما عندنا سالفه ليه تسالنا يا اخوي انا انسان محوري انا كلامي مرتاح فيه ومبسوط ومدي الواجب اللي علي سأسألني الرجاء يا اخي الله ليه تسألني يا اخي انت تقول انا اقول وش مضيق خاطرك تقول انت جالس يا اخي يا اخي اداك اليوم فاشل لا لا ما يا اخي انا مو بشرط اعجبك ها دقيقه هو قال مضيق خاطر وش مضيق خاطرك قلت انا لقائك انت الحين انا ما عاد عرفت انت قول انت مش دخلكم في مصر قولوا اتمنى انه ياخذ من اسلوب الحوار اللي عندك ويستفيد منه لانك كذاب مثلك لا صدق ذاك اللي صنعين انتم يسأل زياد المسرح ايش قال يا علي رد عليه رد محترم مثقف يجمله محترم انيق مثله مثل ما شئت انيق اريد ان والله انا لا انطق الا ما قال اريد ان ما قال من بعد فقره النقد وانتم تناقشون نفس النقاش من نفس المكان يا اخي تدري هو اللي يفتحها يا اخي انا خلينا نشوف ما بفتح المواضيع ما بفتح المواضيع نقول لي علي ليه ليه موضوع السفره ليه مسك موضوع السفره اول شيء مسك طيب ايش المشكله بين نواف ورجاء هذه بنقطعها في مشكله وعدك ان بنسولف فيها بوقت من الساعه 1 نبغى نصلح ما نبغى نسولف فيها نبغى نصلح خلاص سلام عندك اداءك والله العظيم مشاهده لله سبحانه بعد الفجر ان اداء ممتاز ممتاز يعني والله انه ممتاز يا اخي يمكننا احرجه في الاسئله ما يبغى يجاوب وقتك اقضي وانا اقول لا تطري يعني ما راح تجاوبون بالحق الا لين حشرونكم الريدي قلنا لك زين من حشرنا من اللي حشرنا من حشرنا حشرنا حشرك حديني ضرب يا ربع يا ربع اسمعوا مني اسمعوا مني اسمعوا مني قصة ما صار دا ضايق ودا ضايق والله لا يضيق قصة طيبة الله يضيق عليك كانت ضيقت الله لا يضيقها غير حط له ضايقين يا بصد وسلم عليك معليش والله خلا عبد المسلم يا اخي عبد المسلم خلا اليوم احلى والله اني احسن ما عندكم موضوع معليش لا 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 عندي انت والله اقول فيها جاب ولد والله ما ادري معليش غير تعال من جنبي والله ما تقعد هي خاطر دخل مزاجي وعاجبني شوف سبحان الله عند الفرح يلا مطيب خشمك والله معليش الرب يلا مطيب خشمك والله معليش ايه بالعكس انت ما يجي منك الا كل زين الله يجعلني فداك انت بعد ولا العلوم مو منهي ارحب شو الحال سر مفرح خلاص كل زين والله اني ما ادري ابحث عنك في جميع اليوم بعد صلاه الفجر ما في نصايح كلها تضاربات والله العظيم من بكره لا اسوي جلسه عشاق الجلسه مختصه القصص والشعر فقط لا غير ما يدخلها الا كل شخص يضيف لها لا خليك متنوع المستمعين يوقفون هناك شرط رجال المهمين ايوه يا سلام يا سلام هذا الشرط التدشين من يبي يدخل فيها علم رجال يحضر له قصص عندي 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 عجبت معي ورقه ابد انا معك يا ابو شرب سعادتك يا ابو عساس يا ماجد احتاجك في شغله يا معك معك تجي حمي تجي ولا جا شيء اصلا ما تدشن ولا حمي ما جا جايين انا بسوي لي عمل نستمتع ما خلونا نستمتع واحتاج صوت حتى انت طيب تجي مره عصريه بسوي لي بسوي لي عمل صدقني انك لا تطلع لا تحن طيب انا لا عن طيب ولا جماهيريه ولا شيء جلسه عساف والرجال اللي يطيب منه يطيب راسه والله ما رجع لا اسوي عاصفه ثلاثه ما انا مضابط اذا ما اخذت جماهير وخليها مختصره كل اسبوع كل يومين اضيف والله
كلام فكره لا حد يشرق على نياتكم. عندي نصيحه على نياتكم ترزقوا جلسه كل يومين. اقسم بالله يا عائل الماجود الماجود اسمع الماجود يا نواف عياش يا شباب عندي نصيحه على نياتكم ترزقوا. الله يرزقك على نياتك. وافهم يلي افرحوا وش بنوايا الناس ابو مشاري. الله يعطي كل واحد على نيته. امين. قواني عن بطن ولد ابو عياش. قواني عن بطن اللي دعا والنيه درر. هم فيكم على المسمى ها والله ان يا اخوي احنا قلنا مش الله يخرج الواحد من الظلمات الى النور. اللهم امين. ارد عليه ارد عليه بسرعه ارد عليه. رايك في ابو معين؟ والله انها حلوه افضل من يعني العشوائيه والطقطقه. اقول الموضوع مثل مثلا يوم نتناقش في موضوع معين. لا يوم سمعت كلام ربي وكل واحد يطرح وجهه نظره. والله وصلني جاني مسج. طيب اذا بدأ يوم صحيح واحترم وجهه نظره. قال لي شيء والله لا تدري ورب الكلام والله اقسم بالله والله العلي العظيم انك لا بالله والله ما رجيت منها شيء. والله ما رجيت منها شيء اقسم بالله. لكن سعادتي والموقف اللي قلت لك عنه علمتك عليه اللي قلت لك عنه في الطاوله وقفتك اقسم بالله اني اتعزوه والله العظيم. ثم والله العظيم اني كلم ترى كان اخي كلمه كان قال لا تخلي علي. الله يرفع عليك قسما بالله العظيم قبل لا يكلمني اني قلت بالله ان اني ان البارح حركنا ترى كل هذا عشان السفره ترى مو عشان هلا اسلم طلعات غريبه تم مدتها 20 دقيقه. هذا مو ماما نوره ما نبيها اخي. من ماما نوره اكيد وده يا ولد. والله ما سنعنا لامه. الله يطول في عمرك. الله يطول في عمرك. والله العلي العظيم انها دائما مسنعتني والله مسنعتني. الله ما ترى الواحد من يثني على ام الرجال يا 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 فاشل. احشم رجال لا احد يثني على ام الرجال. ترى يا فاشل انا ماني بيمن الموضوع ذا. انا هذا قال لي والله لا يا اخي هذا موضوع ما ينضحك. والله موضوع ما ينضحك يا اخي. فهد لا اجلس اجلس عجل يا اخي يا اخي. الله امين. والله انا من امساتني ومشرفتني والله وحنك على الله. يا بنا يا شيء يا شيء بعض الفعائل يا شيء بعض الفعائل هلا يا شيء بعض الفعائل ادري بالله راحته. والله معذور هنا هذه ترى من دعم الرجال اللي ما له خلق. لو انك تقعد يا الربع يلا بس دقيقه نجتمع كل اسمعوا فدا. انا ترى اقسم بالله يكفي انك حتى ما في اول اثنين هي على افريقيا. اقسم بالله يكفي هي خمس افريقيا لا اربع افريقيا اربع افريقيا. حلو بعلمك تعالوا كذا تعالوا كذا تعالوا كذا اصبر هذه فهمنا. طيب لا اصبر اصبر زد يارك حياك الله يا الربع. اربع افريقيا كل الاربع يتسمعون مع بعض أربع أفريقيا. يا أبو صالح أربع والله اللي ما راح أضرب. يلا على العشرة نوار أبو يوسف الحين أشياء أنت وصلت مثلا أنا بشرح كل شيء. طيب أصبر خل معك الحين ثلاث رجاجيل غيرك أنت وأربعة. أنا عبد المحسن الفاشل يلا ابو يوسف يلا سلام له تعال مسفر سلمان يلا حلوه يا الربع بعلمك الحين. طيب معذور معذور بعيد معذور والله طيب طيب اسمع اسمع الواحد الصوت يا عيال. طيب بس خلنا نسمع الحين كل الافرقه اجتمعوا الافرقه اجتمعوا سوا الافرقه خلاص هي علي هنا. طيب سبيكر سبيكر يا شيخ الشيخ منيب. طيب اي ما عليك بلدك انا طلعوا لي من كل فريق واحد. انا من فريقي يا شباب ما امس بداخل يا اخي انت رضاك اقسم بالله انكم والله انكم تزعلون يا اخي امس طارديني يا اخي خلاص طلعوا لي من كل واحد فريق. يلا انا بس بصر عند عنده مشاكل كلكم عنده مشاكل يا سلام ابو شاكر
طيب ابو جاسر ابو جاسر ايوه ابو جاسر واحد صوت دقيقه يلا شباب هذه عندكم اللعبه العب واكسب حلو اوكي طيب اللف هذه مثلا جاك كم جاك اثنين تقدم ثنتين واحد اثنين بس حلو مثلا انت وصلت الواحد جاك واحد من اول شيء طيب حلو ترقى من واحد لثمانية ثلاثة اهم شيء ما تاكلني الحي لا لا الحي بتاكل اذا جيت يا ولد 62 اذا جيت 62 ترجع اصبروا الحي طبعا تاكلك اذا جتك هذه اللدغه ترجع لين ذيل الحية لا الى اخرها ما بيقول الذيل ها حلو ما بيقول الذيل قلت الى اخرها لا يا اخي يا اخي هذا طرف اخلقه الله يا عاد سمها بس طيب تراني متعود اطلع على ثلاث فاعي ونعم طيب شفت لو طلعت عليها لو طلعت عليها ترجع اسمع اسمع ترى لو طلعت عليها ونجرح ونجرح بالله رش الفاعي والله ونعم يا رب الفاعي الثلاث افرقة ابدا من اليمين ابدا من اليمين وكل واحد اجيه الحين ما الفريق يا اخي امس مو داخل بيت يا اخي شو الظلم هذا يا اخي اقسم بالله انه ظلم تعال تعال خلاص والله انه ظلم راضي فريقك تعال 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 امس كله مو بالبيت انت وين هنا ولا هنا؟ خلك هنا قاعد بغرفه لحالي يا ابو يوسف طيب يا ابو يوسف خلهم يبدون يا اخي عذرا عشان ما جاء البث لفها لفها عد مرة ثانية عد مرة ثانية كل واحد ايوه بس 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 خمسة خمسة تروح الخمسة اثنين ثلاث أربعة خمسة خمسة طيب لا 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 خمسة هذا أربعة هذا أربعة الله عليك ايوه يا أخي ظن المربعات يا أخي المربعات أصبر يا أخي عشان ما دخلت البث الباب يا أخي ما يصير يلا سوي ايه لف 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 اثنين تقدم ثنتين ابن مجنح تقدم ثنتين طحوش انا إيه؟ لا اثنين ها لا 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 خلا خلا توقف قدم ستة ستة روح قدام العساف واحدة ستة نجي محسن محسن لف ما شاء الله لا 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 لف لف جيب رجل انا 43 دقيقة ما شاء الله ها لفت أربعة أربعة من خمسة إلى التسعة تسعة روح على 31 أنا تسعة شربت 31 حلو لف 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 يديك مطروح يلا يلا اي والله وقف لا واحد تقدم واحدة بس تقدم واحدة واحدة يا ما في على تيمك لا مشعل ها مشعل ها يلا خمسة قدم خمسة من الس واحد 11 حلو طيب اي عندكم فهد اللي ما له قصبة يلا زي اصبر هم اصبر تعاون رفيق اللي هنا الفايز لا نقاط فريق الفايز خمسة خلاص خمسة خمسة لا خمسة 36 يلا انا 36 انتوا تعاونوا رفيقكم اللي داخل انا قلت لكم قدموا لي واحد يا سلمان 34 لا 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 ارفع علوم احنا ما نطلع روس الجو لا توقف لا توقف وين اللي يطلع ما يطلع يا بي يا نواف قدم ستة من هو هذا اللي هنا ثلاثة الله يبعد عنك اخويكم داخل ستة اي تعال اخويك هذا بالمجنح وين اللي يطلع لا هذا هنا مجنح هنا 31 يلا نادر ايه نادر يود خليه يرقى السلم خليه يرقى السلم بالله اي سلم لا 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 جاء 11 جاء 10 لا 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 كم ستة تقدم ستة تجي ثمانية ايه تقدم ستة ايه خمسة ارجع 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 للسبعة الله عليك يمنعنا انت اربعة تقدم ابو شاكر اربعة روح الاربعين ابو مفرح ما جينا درج درج ها لا 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 وقف يلا الدرج عند وين شوف وين بدايته قلبه فهمت اوكي يلا اصبر مجح تقدم ثنتين بس روح العشرة 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 لا 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 عند الشباب عايض عايض دقيقة واحد انا دوري اتفقوا اتفقوا دوري يا عيال انتوا تعملوا اخويكم دوري خلاص ها بس 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 واحد كم اثنين تقدم ثنتين تقدم ثنتين على الاسف تقدم ثنتين كان في 41 صح؟ لا من 41 هو بال 60 يروح 60
يتقدم ثنتين يلا 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 لين لين 19 تعال 19 لا والله ما كان فيها والله انك دربي خلاص يلا ثنتين روح 43 43 42 قلبه ثلاثة طير يا مندنا طير لا لا ما يطير ما يطير مع انت في العشرة انت معاه في العشرة ها يلا 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 والله ما ستة يا ولد شربه يا ابو ستة يلا 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 يا بس باقي هني باقي لا 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 حبيبي هنا ان شاء الله بتزين 16 16 سوي مجنون 4 5 6 يا الله سلمك بالراس التعبان يلا ايه مشعل تعال ولا ابدع عصر سلفاع لا لا توقعت توقعت تقدم 6 بندنا معاه معاه يلا صاحبي مال المشاريع داعي جنب اصبر اضيق بالقبر يا رجال ستة تقدم 6 لين 49 49 انا مضبطينك يا علي ابو جابر ولا سلمان واحد من فيكم سلمان سلمان ولا واحد من فيكم يلا لف واد قاعد يزيد هذا بس تقدم ستة ستة والله ستة ستة تقدم ستة بمجنح ستة بمجنح تقدم ثلاثة ايه مشعل ستة كبير ستة شرب السعد ابو ناصر معلش ولد انت فين واقف يا ولد يا علي ثلاثة تقدم ثلاثة ثلاثة طيب وين اي وقيص 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 يا فهد يا فهد يلا لا لا كم كان كم كان 49 يحفظوها 15 يا عيال وقف عند واحد لا لا مقزو لا توقف لا توقف دم قزو أربعة تقدم أربعة طلع 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 لا لا 53 53 وقف يا عربي يا عربي يا علي انت انت 43 53 اصبر 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 53 اي باقي له واحدة عليها شوف 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 علي يا الله علي كم يا لميت يا اخي ها خمسة تقدم 2 3 4 5 5 اوه لو جاء واحد لو جاء واحد بس عذر السموح وصل لا لا الشباب فواح ما اللي بيلعب بجيكم يا يلا عذر والسموح اصبر عذر والسموح ثلاثة كم يبغى ثلاثة اطلع سلم واحد اثنين روح 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 لين 42 42 يلا ابو ابو يلا يلا حوادث جانبيه يلا هذا يلا منعونا من انت قلت منعونا من اصبر يا ونوي واحد 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 لا والله واحد خلاص قول لي ميال لا ميال واحد يلا ما ميال خلاص يا اخوي يا شباب هنا حق ثبتها يا اخوي يا اخوي هنا يا شباب يا اخي ارجع والله انه واحد ارجع لو هنا حق الذي لا اله الا هو ارجع 34 والله العلي العظيم انه واحد خلاص يا اخي والله ما ميال يا اخوي هو حكم اسمع ارجع ليه يا رب يا رب يا رب ظلم منك ظلم منك يلا يلا ابو جابر ابو جابر ابو جابر بسم الله الى 84 الى 84 روح 84 84 كلكم 84 ارجع هذا سبحان الله ضمننا حق كم 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 وقفوها مالك انا وطينا فوق روس الافاعي ستة انت اتبرس الافاعي ستة ها ما يفتس شيء يا كاميرا يا ابو ناصر ها والله العلي العظيم والله ما اظلمكم امسكوها انتوا عشان ما ارجع امسكوها انتوا ستة ستة يا ابو شاكر ستة تسعة اي روح الاربعين 49 40 جناح في التبل 40 40 وقف على 40 صالح صالح البوك يا عيال عندك انت لا والله درج درج ما تشوفون ابو جابر جاب النوم ابو جابر يلا ابو جابر مبروك يلا بس نجينا هالمنافس اي معي فريق راسه فانوس اثنين 86 86 ها المنحوس منحوس يا فانوس تقدم تو ثلاث وعد كيف قد صعد طب اثنين يبي لا ثلاث يا رب ما خاب من ثلاث لا لا ستة لا لا ستة 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 روح ستة سلم كم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أيوة فر 55 55
يلا ركز فيك انت، امسك الرقم حقك 55. اه دقيقه، لا 54 يا حبيبي. لا 55 والله. كم؟ 48. انزل 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 انزل. لا لا كنت صح صح والله، كنت 48، كانت 48. ارجع ارجع 34. دوري دوري انا ما فريت. خلوه يفر، خلوه يفر. والله ما حرك شيء. ها والله ما حرك شيء. أربعة مشاكل. أربعة أربعين. أربعة أربعين طال الزمن ولا قصد. أربعة أربعين هناك بعدين أجيك. يلا يلا يا سيح يا حياة الله. جاء شيء عزيز. أربعة أربعين. واحد ردة إلى 36. إلى 36. إلى 36. أرجع 36. خلنا يقطع عليها. يلا ارجع. علمتك ابن نجلة عن تبع من رسل افاعي سيتسمع. ها ما المحرك انا. كفو يا وطي الراس الافاعي. اصبر يا ابن العرب تقطع على رسل خمسة. وتوجه الافاعي. لا لا كنت عند 34. كنت عند 34. الله يكفينا شر الافاعي. كنت عند 34. روح كنت عند 34 يا كذاب. يا دافع البلا. اذن قرصة الافاعي يا دافع البلا. 35 35. ايوه ايوه يا اخي ما يصير يا ابو دنيا ما يصير. طلع طلع دوري انا. هذا اللي ما لعب. اصبر هذا معك معك. كذا احنا اربعه. لا لا معك. لا لا معك. خلاص لف يلا. هذه هنا. ايوه اصبر شوف السامون. اي سام هذا؟ اربعه اربعه يا ابو شهد. اربعه. يا رجال طيب يا عيال. يلا كم تبغى يا ابن مجنح؟ والله يا طويل العمر فكوني من واحد اثنين ثلاثة أربعة. فكوني من أربعة. اسمع يا هادي المنحوس منحوس لو علق على راسه فانوس. واحد واحد واحد. اي واحد كلنا. طيب انا في 36. 37 كذا 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 روح. اي صح صح اجيك كذا. انا رجعت انا ازرع عند ما فريقك. ارجع هنا. علمتك قلت له وقف 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 لعب. وقف وقف وقف. والله جكف جكسب. ها هاي هاي ما قرصن الا اطول دابن هنا. متعود على قرصه الديبان. والله ولا عندي فيها. ادعس على راسها وارجع. ادعس على راس عيد. كم؟ يا ولد اجلس. ما جاء ما جاء. كم؟ طينا فوق وسافا. وش نسوي؟ وش لون ناقف عند منه. اربعه يعني روح للسلم. سلم انقل. كفو كفو كفو. 52 52 وقف. لا 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 يا كنت بخمسين. 50 والله اربعه. واحد اثنين ثلاثة اربعة. يا اخوي هذا انا هني واحد. لا انت هنا. اقول والله يا رجال انا اقسم بالله اني مريت من هني والله. واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة. ها يا صالح يا صالح يا قفيق يا صالح. اي يلا يا صالح. اما انك تودي رفيقك صالح. تكفى يا صالح. عز عز وسند. ثلاثة ثلاثة. عكس 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 عكس. روح ال 40 40. يا ولد اثبت. يا ولد يا ولد اثبت. 67 شباب. عيد عيد عيد. هو جاك عيد. ستة يا ابو دنا. حلوة الفريق اللي هنا. اسمع اسمع. لا 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 دقيقة انتوا خلاص. معجب معجب. يلا كم كم كم. أربعة 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 يا أبو شاكر. أربعة من 67 كذا. عكس 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 عكس. أربعة. لا من 67. 67 كان. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي خلاص. لو تجيبون له بعد شوي واحد. صعب جاوب. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. يلا الحين
لا هذول طقه هذول خلاص بعدين فوق العب 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 فوق فرة فوق انزل الحين فرة انزل كم واحد اثنين اثنين ابن دنا علينا انت ها ايه لفيت والله ما لفيت قاعد شوف والله ما لمستي ها شوف وين يدي وين كنت ستة ستة يا شباب لا لا كان في الواحد سبعين ليه يا رجال نقص لا واحد سبعين نقص والله ان عدنا يا ربع من سبع ستة لا لا دقيقة دقيقة ستة اوكي ستة يرجع 28 لا 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 وين يرجع ليه السلم ما ينزل كل حية بس تنزل ابو اربعة اربعتك اربعة اربعة تقربه وين لا 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 عيال تعال الفريق لينا معجب معجب ها يلا يلا حنا انا حرك معجب معانا ايه انا مع ابو علي ابوه وقيس اثنين اثنين جاك اثنين روح لل 79 مات لا لا ما يجي شيء ما يجي شيء عند اي عندهم عندهم ما لعب خلاص عندهم عندهم ابو اربعة 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 عندنا الحين واحد احنا بي واحد بس عشان نطلع 99 اثنين عند اثنين اعطني اثنين بعد زياد بيجي واحد لا لا عندنا احنا ندخل الحين ولا كيف يا ماجد خلاص لا لا واحد يلا قوموا ليتس جو يلا فينا واحد ولا توحد جيب خمسه تروح لا 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 دقيقه بالنسبه خلاص اثنين خلاص اثنين روح لل 51 67 اطول دورنا دور واحد اطلب صدى اطلب صدى ماي صدى 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 ها يا اخوي احترم نفسك يا اخي احترم نفسك يا ربع دقيقه صوت 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 يا ربع في شيء لازم اقوله اسكت اسكت شويه يا ربع صلوا على النبي جميع من اللي فاز الحين اللي فاز فريق ابو شاكر قابو 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 يلي بس ليه يا عيال اسمع اسمع فهد 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 يا فهد يا ولد والله تجي والله فهد اسمعوا يا ربع اطلب صدى عشان نسمع كلنا صدى تكفى صدى صدى يا منيب صدى صدى السلام عليكم يا ربع جميعا حلو الان خلصت فعاليتنا الله يبيض وجهك مع التفاعل كلكم حلو الحين جاء وقت يعني متى متى تبيها انت الساعه كم بسرعه بعد شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي يا ابو خمس دقائق ست دقائق بث عن طحوش عبد الرحمن العزيزي اصبروا صلوا على النبي عبد الرحمن العزيزي حساب عبد الرحمن العزيزي طيب انا ابي صدى يا عمي جاك جاك عندي صدى هنا جاك صدى يا الرابع عندي بشاره واحد من الرابع اول شيء بسال انا اسئله وش شعني لك مفرح جل يطول عمره الحياه الحياه طيب ابو هادي هل شعني لك هادي الله يجعل عظام الجنه الله يجعله في الجنه والله كلش الله يرحمه مشاري اخوك رزق اليوم بولد صرت عام تصادق يا يلا لك الحم Yeah.
ورحمه الله وبركاته. هذا بيجي كله اني بس السماء. طيب يا جماعه شيخ جابر يلا 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 ارجع شوي يلا ترك بتحب اثنين يرجع خاف انبسط شقلب الذبان يلا يلا روح تبغى اقول لك انا كذا لا ما ابغى الا ما ابغى لا لا انا افدك انا افدك زيف علمني زيف يعلمك فيها محمد مفرح تعال محمد اسطوره التزييف تعال يا مزيف علم الرجال يبغى يزيف ترك كروش يبي يزيف زيف خلاص كان بس باقي مزيف قزعي قزعي مش انت تصرف والله يصل على النبي اخوي هذا جزات اللي بتعلم فنك ما راح اقزع استعن الرجال الكويتي استعن عشان يمشي ما دخل انت صادق عشان البارح مطرود عشان البارح مطرود اقسم لا 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 اعرفه طلب 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 والله اعرفه اعرفه طلب طلب شوف اسال عن النبي هو في حركات كذا كذا في النص بتقول فيها ايه كذا لا كذا ها باليمين يلا يلا عاد انت حركات بناس يسوون كذا ايه اذا انت سويتها هم يكسرون عيال عرفت وحركات حركات هي حركات بهلوانيه لما يجرح بيحب الارض قدامه انت ما هذا بس عاد مسويها مره واحده يا اصعد انت ما بتسويها مره واحده ايش وخر 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 النجح اصلا ما بتسويها مره واحده دقيقه وخر لا 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 تنزل لا ايه يا عيال يا جواد وش تسوي صفقوا ها لا سوي ما عاد دقيقه اسف دقيقه اسف دقيقه اسف دقيقه اسف يا اخي خلني بسويها انا بتشقلب كذا على رجلي صدق يا ولد دقيقة لا خلوا كذا توترني أول مرة وآخر مرة يلا الله يحفظك نشوفك في الجنة بالله قايل لك أنا لا تسويها بعد خطب الإجابة أبعد أبو عسيري والله بسويها بس أنت طلبتوني ما سويها ولا حق الدعاية والله إني كنت ناوي أسوي لك دعاية هاي الدلخ ماله وداعية يا آخر ليلة تجمعنا في القرية لكن والله 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 فيك مو ما يقصرون حلو اطلب منهم انهم يعني يطلعوني والله صدق تستاهل والله لازم لازم صراحه تشوف تسلم على هادي والله ابي اسلم على هادي وتطمن عليه والله اني بطمن عليهم كلهم حتى مشاري والله يا بعدي تك تك الحمد لله الحمد لله اي والله يا الله يا كريم انهم يوافقون بس ان شاء الله باذن الله عادي كنتم ولا قريبين لمرادكم دايم دايم سالمين كذا سالمين أسري مع الهادي سألي ما بعد نامي ونظر الماضي لنفسي وسليها سم بسم الله اللهم افتح له باب رحمته خذ انا بلاك الان بسم الله اللهم افتح له باب رحمته انا ها
اللهم ابدون 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 والله ابدون لا تكفى ابدون لا لا ابدا بسم الله توكلت على الله تعال كرسي تعال كرسي تعال كرسي لا الحين يا رجال واحد واحد ها صوت واحد اصبروا ابو دحن يا اوبا ايه العظمة دي كلها ابو يا ابا باقي اصبروا باقي ما جانا احد وين العرب وين بيجون 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 يا شباب سيروا يا شباب الموضوع انا سيروا سيروا يا مرحبا يا مسهلا الحبوا نياف الحب الحبوا نياف الحبوا الحبوا نياف ورد ورد يا شباب ورد ورد وردات اسود طمروا شيروا يا رجال شيروا شيروا الربع موجود ندري موجود موجود محمد جابر محمد جابر تعال مطور مرحبا 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 بنت عبد الرحمن العزيز تعال ابو علي ابو انا هذا مصابي من انا ما نشوف مكابك مغطي عليه مرحبا 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 كبسوا 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 مرحبا والله ما سام فاتح بث ما بسام تعال بسام كبسام انت بسام اجازه شباب ارسلوا البسام خلوه يجي عنده اجازه بسام ابو مبرح وين ابو مبرح هادي هادي بسام خلنا معنا في اللايف اقرب جاي هادي عطك بسام اقرب 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 لا لا سلام عليكم صباح الخير غير بس بس نبغنا غير الفلتر ما احنا مغيرين خلي الامور غير يا رجال خلي الفلتر على ما هو انا نقرم كلكم يلا عشان تقرم اي واحد سلام لهي وين سلمان ما ادري نجم الاسبوع يا مرحبا باقي ناس تسأل تقول عطني لي شراب اي شراب يا شيخ شيروا البس يا اخوان ماسك راسي انا شيخ 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 الحب جابر الحب ينادونك من اليوم خصوصا مشعل الله يسلمك يا غادي وجعل عمرك خصوصا مشعل كلكم مره تسوون جو متحيين منقطعين منقطعين انا دقيقه انا بوصلها لليوم ابو سعد مشعل تعال 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 موجود موجود تعال 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 مشعل انا وقف وقف ابو جارك فراس اخذوا يدي اقرب جاي مرحبا الله يبارك فيك اجري 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 مكان شو ضعي حتى بلي اعطوا مجاب وبره موجود مرحبا 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 والله مسهلا سووا قلب يقولون سووا قلب يا ابو عزيز اسوي قلب ما شاء الله بس على علي قبل شوي شدي شو قلبي يا ابو عزيز قدام خصمي شاف الناس تقول لك عارف مرحبا مرحبا هذا قلبي يلا هاي مبرح هلا هلا والله مني يا ابو مبرح مرحبا وين صالح تعال صالح تعال يا تعال 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 بكره 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 ابو مبرح ازعل شوي بس عشان مرحبا مرحبا الناس ها هادي حاضر هنا اوكي حافظ عليها نجم البرنامج هاي ابو شاكر خلاص يا علي نجم البرنامج تسمعون ما اسمعوا ابابا معليش سرقنا بثك اليوم جيبوا احنا وين مو احنا ابابا شو اسمه ابابا ابابا شو اسمه ابابا شو اسمه يقولون اقرب يا مان وين اقرب قريب بيجوا سووا قلب اصوركم سووا قلب يلا 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 يا قلب قلب واحد يحطمني ها نكمل قلبه بس عروسكم طيب والله اجي القلوب كثرت القلوب كثرت يا عم ايش يا حنيف هذا لا كلوزمي ارحبوا ارحبوا مشعل مشعل ذا المدرب يقولون ما يعرفونك زين ما يعرفونك موجود موجود بس القلوب مرحبا ابو داحم ياخذ راحته نبي قلب مشعل نبي قلب مشعل والله العظيم يا حالي يلا ودعتكم الله واحد يجي محلي شكرا لكم مع السلامه السلام عليكم تعال انا 20 دقيقه والله انت عدت يخصمون علينا والله اللي مرحبا 800 ابشركم البس بس 800 الحين انا 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 نبي تكفي كم 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 اي نبي يوصل 2222 نبى 10000 نبى 10000 نبي 10000 نبى 10000 يا شباب اضافات ابو جابر انت وين عبد الرحمن بسوي لك والله يدنا الله يدنا هذا حق ابو جابر ابو هذا يا مرحبا يا شباب يا شباب عندي كلام يا عيال بتكلم يا شباب يا شباب قولوا لا اله الا الله صلوا اهدوا يا عيال يا شباب اهدوا قولوا لا اله الا الله هنا في كراسي خلنا نصف عليها نقدر جهودكم ونيتعب ونيا
معطيها من الاخر ربي يقدينا على المزيد ان شاء الله. والعيال معكم من تبون ابشركم. وصلوا 1000 وصلوا 1000. سلمان تعال كيف ما عمري جبته. تعال هنا يا الله والله يا شباب يا شباب اكرس صفوا هني انتم طابورين هو يسوي حاله. انت اقرب واحد سلمان. سلمان انت اقرب واحد سلمان. يا رجال اجلس اجلس اجلس. لا اجلس ايوه بس بس رجلك عشان نبي ايوه يا ابو قادر. هلا هلا وارحب ومرحبا الله اللي مرحبا. هلا واد تحوي مجا ولا روح بالله. تعال يا ابو جابر انا افتح لك مجا. تعال اقول انت الداخل احنا طالعين يا ابو جابر. بالله ابو قادر من اليوم يكتبون ابو قادر ابو قادر ابو قادر. وين ابو قادر؟ الله حي مرحبا اللهم اسهل اقسم بمناحل القسم انها من اسعد اللحظات اللي دخلت في بيت هذا الرجال وانتم محظوظين. امدحني امدحني ولا تنسون امدحني زياده. لا 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 احد يضيفك لا احد يروح امدحني بعد يروح. بس مبايات الله الانسان هذا اقرب والله. شوف شوف علي ابو علي ابو شوي يزعل علي بس. يلا مع السلامه. يزعل علي. لا لا بس بس اقرب والله انت اقرب علي اقرب. 1200 عيال كيف ايوه علي دقيقه. كم وصل كم وصل على الجوال؟ بس انا قريب معلش انا قريب. اجلس 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 يا عبد الرحمن. يا اجلس سالي دي سنه. تعال محمد ترى انا من فوز كبار. محمد 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 وخر طال السهر يا محمد قبل انا ما اول اذا انهيت اول ما يبي نزيعه يلا 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 وش جابه يا بابا يا السهر يا محمد يا قيس لا تشر يا قيس بس الحال رايح حتى جابر ابو جابر عليك طلب ابو جابر ولد والله لي مرحبا والله انه ودنا احمد جابر يا مسكين يا مسكين تعال ودنا على عساك كم الوقت ارحبوا ارحبوا القطار جانا القطار والله رايح القطار القطار كيف يعني والله قبل وش القطار يا يا كل اللي يعطيك سلمان بلهي هم بيعطي مني جاسيم والله تعال 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 يا عيال كل واحد يعطيك تكفى لا ما بدا ارحب وارحب وترحب الحين يا رق يا سلام يا مرحبا والله ومسهلا استاذ سلمان سلمان تعال سلمان صفوا صفوا انقطع يا هاي صفوا ورا علي صف اجلس اجلس هاي دي جسام طويل اجلس هنا اجلس يا هذا قفلت قفلت فهد يا وجهو عز الله انك ما انتبه اشوى انت بيحتر الجوال يا سوا وش علمت وش جابه كلهم يشيرون شير 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 طال السهر يا محمد دنا وين لا ما بينكسر الناس حنيف يا ربع وين يجعلني عواد ارحب يا عواد ارحب يا عواد ارحب ارحب يا عواد يا مرحبا عواد اكثر واحد بلشنا فيه عوانه احمد جابر عواد ولد عواد 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 والله العلي العظيم يا حبيبي يا ولد ترتبوا يا ولد عادي قمت خنقتك يقول لك جيب علبه يا الربع قولوا ميد الرجال هذا اللي عاد يضيم بي اللي جينا على الفراش قول محمد جابر اسكت محمد جابر انت خلاص كذا انا اقول شيء انا الحين اخذت قسمك انت اقول شيء يا مسلمي ادخلوا قسم بسام بسام وين نبي تخيل والله هو عايش كيف ترى محمد بدي تريدي والله منور لا لا تو فتح بث صح ما يمديك تفتح بث شوي باقي نص ساعه لازم تكمل نص ساعه كنا نتصل 10000 محمد جابر ولد انا حاطين يمهم يقولون طلع احمد احنا فجمي من الغرفه هاي صدق يا والله انا ادعو على نفسك الله يوفقكم الله يوفقكم ويجعل الدرجات عواد العواد ايدك قص وجهي ايدك قص وجهي يا مرحبا وش اسمه الانجليزي يعطيكم العافيه وش اسمه ايفان ايفان يا مرحبا والله ما اسهل يا مرحبا ايفان نفرح والله يا انكم لو تشوفون الوضعيات جوا بيدي بيدي
هادي على هادي هادي عذب عينك على البيارك نسينا البث عذب عينك البيارك والله هو نعم والله هو نعم بيارك ان عند التحداية ولا من دونهم والله اني لبذل انا جابر بيارق عند التحداية تقطع له بيارق دون الاوائل مضراء قد حاتهم بالطيب يلا آمين وتسقطهم لا والله لا يوقف زلمه تسقطهم في العلم الخايب وترجعهم في العلم النار يا ربع اشتروا الاربيز حق هادي ذا اللي يخش ليه اللي قال يا عيال آمين الله يرزقنا آمين وجعل يجي اسبوع كل اسبوع آمين استغفر الله لا الله يجعلني نجم الاسبوع امين ان شاء الله سلمان لا يضيق خاطرك سلمان شير بس سعدان شير بس يا بريان جابر لا تكثر جلسات مع العزيز يقولوا الو لا والله امنع قب 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 يطلع من بث يطلع تركت الاسبوع الجاي يلا بعد 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 ورا بعد ورا بعد اخي انا ما عاد نجاس انا ما عاد نجاس انه معلش ابو سلمان ليش تعال 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 ابو قيس تعال يا ولد يا سلمان تامرني امر امر اضرب لي كايد واجيب لك اخباره بابا انا شكلك حر وشوق النظر مسيطر على المراجل اكثر بس عادي هذا هو يوم اختبارات سوينا مختبرات ابشرك يا نبيه نادي سعود يا عيال يا معجب ما عاد بدينا نلحق اللي ارسلت قبل شوي عيد الرساله حلوه كم تابعينها كم تابعينها ما نقبل الا هم قبل 10000 دسن اليوم كنت القصيده وتخاصمت وافلحت اليوم رحنا الاستديو ما عندي سؤال ما يعرف يغني كنسلت يوم قلنا تابعين زادوا 300 الرجال يوم انك عجباش 200 والله عليك يا عيال يا طيب في قصه في قصه واحد من عيال الله يستر عليه لا تنم ايه امر كذا هادي امر كذا ابشر بالسعد يعني يا مرحبا ابو عشك طلع 24 ساعه اي والله الله يوفقك ما يتابع البث ذولي ابو جابر ايش معاه سلمان اسمع يا سلمان ما تفكش اليوم شوف انا بقول اجل من بكره اليوم مصرح اعصاب ابو ايش بعت لا ومفرح العصب معكم ما بكم من بكره اوريهم الكدمات ولدي ذيك السنه نواف وين يقول سووا قبل صوركم سوي عايل سوي اثنان اللي فوق كلهم سووا بسوي يلا قبل حتى ما عرفت ذي عريك ما يبقى اليوم يا جماعه اعذروني طلعت المستشفى اي هي كذا بعد التحاليل يا خلوا ابو ملاهي يتكلم مثلا ابو ملاهي اقول اعذروني اليوم وانا اسف ارحب يا جماعه والله بس هلا ارحب من مجنح ارحب من مجنح من مجنح من شو مجنح ابن والله مو الحين الاختراق شوي ابن ما ادري ما ادري والله انا ارحب كثر جلساتك على خشمي والله يا مرحبا والله سعود دز اسد عشان يضيفك لا ذو ما الحين ضبه خلنا دز اسد مطالب مطالب والله مطالب حط مخي ارحب يا مرحبا والله ما اسهل دز اسد يا سعود عشان لا يضيف من عونه اسد يستاهل ارحب انا وذا لا انت سعود الله يرحم والديك اخو خالد هادي يا قبي يا هادي بيجيب سوالي هادي والله يطلع والله يطلع اصبر صدق احطوني دخل لقلبي لا مخفي خلا يرسل اخر مرة اسد سعود اسد يا سعود اسد سعود يا هادي بمسك راسك بنطبه دي خلي يطلع يا ولد انا الجوال خل عبد الرحمن يطلع هو صاحب الجوال خلو بالك وين هو سعود اسدين ثلاثة سعود اسد سعود ارسل له الحين ما عليك راح اردها لك لا لا في ناس ورا الله يهينكم ويرحم والديكم يا عيال ما بقي لون ترى باقي كم باقي احنا وش نبي بوجهنا نبي نقرا التعليقات كلها الله عشان ادز الحب صلوح بضيف على طول تو انتبه يقرا يا ولد بعيدك مغطي على كم اكثر من تاك لف يا هادي لف لف يا شاشه هلا ابو ارحب مرحبا والله مسهلا يا الربع اصبر ك
كم ذي؟ بعددك يا هادي ها؟ 2600 دلعتي؟ شهادات كم؟ 2600 رجع ورا كيف ما اعطيكم جو يا ضفر الله يرحم والديك ما هي علي من ابو خيل ويستاهل ابو محمد طويل ولا هنت لا هنت الله يبيض وجهك يا شعور انا بيض الله وجهك وين ايش على وين يا عيال خلاص يا على الشعب اللي مع القرق يطلع على دار ولد خلاص خلاص الله يبيض وجهكم رجال رجال الله يرحم والدينكم لا والله انت والله يجعلنا عند حسن ظنكم وجعل ذولي كل ابوهم منجمين لاخر حد والله اني ما اعرف اتكلم واجد والكلام انه يضيع لا ترجع لي بعد اصبر اصبر كلمه لي كلمه لي والله انك تستاهل كلمه لي اعطوني كلمه اقرب واحد من برنامج العروس لا اقرب واحد يا الربع قولوا لا اله الا الله اولا الله لا يهين كل من كبس وكل من دعم ابو محمد والله انه يستاهل ثاني اقولها مدح والله دعيه هجتي وزنها جنب كفو كفو لا تنسون تضيفون وشيروا البث والله لا يهينكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلي على ابو شوي دقيقه دقيقه كلمه جماعيه بيض الله وجهك والله يجعل في زود في زود يا ابو محمد يا اخي سعيد ام الفله متى نطلع من بث؟ متى بكره يلا يا شباب يلا قست يلا كل يوم بث ابو جابر اذا ما فتحت قست ترى الله يوفقكم يا جمهور عبد الرحمن ما طلع علي ترى لا تنسون تضيفون انا وفهد القيس بس بس الوقت انتهى ترى كل اللي كتب مسجد وقال لي اي كلام ترى اني قاريه والله اني قاريه كله شكرا الله يرحم والديكم والله اني ادعم الواحد منكم من بالله عبد الرحمن عندي كلمه عندي كلمه اقول انا والرجال هذا في الحال واحد والله ان دخولكم للبث ودعمكم له انسانكم داعميني انا الله يبيض وجيهكم على الدعم مانا ابن ملهي الطيب الرجال رجال ابشر بسعد لامك غانمه والبيارق غانمي غانمين لهم وقفها تزينه ساعه كم البال قبل الحال وانا يا مرحبا يا سيد الشطحات اني لبين ابشر بسعدك وش الثانيه بيارقن دون الاوائل لا قد حاتهم حق الهادي دائما ما يتخذل ما يتخذل لا لا تقول الطيب باكملها الطيب يبقى والخساره بالاعمار والرجل لو الطيب ايش مبغى شحم كرامته والله تستاهل الشحم والله على شحمتين بعد والله تستاهل والله اني والله نستاهل الشحم ايه من هو كلمه دعم شحم قلت والله تستاهل صل على النبي صل على النبي والله والله كلكم يا ربي علمكم غانم وتنمشون اي والله اي بالله العظيم وانكم حزام جنب وفي الشدايد ذره وانكم تشيلون مثلكم ما هزع عهد هاي طيب روسكم طيبه اني والله اتعزوه واتنومس واتفاخر واتجمع كل ما ذكرت وطريت لي واحد منكم ما بالكم لو انكم جيتم مجمعين عسى الله لا يفرقكم يا ربعي شوفكم كلكم غال هاي مرحبا يا هلا مرحبا واللي ما عنده شنب وش حنا بنزاوبه يا مرحبا يا سلام عليك يا شلون اجلس اوكي اجلس ماكم بتصيحوا ابدا صابني بالعيون منشد هذا قبل لا يحلق ما كان كت كذا تحس انه مثل جكسار الكت الحين طلع حدث الحين والله ان تحليقته طيبه والله طيبه والله انها طيبه صدق ها ما بيقول وجهك طلع لين وجهك والله طلع يا حلو شعرك زان نقول شعرك زان زاد النور نور شعرك زان يا ابن مجلس سمعت وش انا بترسي كما ترسي ايش قال الله بلعبه اي والله يبي لها لعبه قم قم يا ابن مجلس حط ايدك ورا حيا يلا 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 عيال لا لا تعال 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 دنا يلا قم قم تعال تعال شين يلا اي والله يبينا تعال 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 بالدنعه تعال محمد
يلا انت اول واحد غزل ري انت بس واحد. شوف بالترتيب خلنا كذا مرتبين هذه ما ادري اغنيه زينه ما ظننا حولنا غزل احنا يلا لف لف مستخني انا انت اول واحد اول شيء يقول اصغر القوم خادمهم طيب واكبر القوم العبهم تعال قرعه قرعه لا لا قرعه لا 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 خلاص بمجري الحين بمجري خلاص قرعه اللي جاء عليه يلا انا عجز قرعه يلا لا قرعه يلا لا يلا قرب قرب لا 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 طالع لا طالع وشاكر اطلع لا اطلع في عيون تدارج هم جاب راح بالله والله العظيم راح هم مجرى والله تعال ابيك تعال والله لا علمك والله تعال رد دين رد دين يلا يلا رد دين لا 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 عشان هذه فيها جر يا اخي ابو شاكر يلا طيب ابو جعفر يلا غبي انت هذا طيب شو صح يا ابو جعفر اجبك اجبك مو بنا والله نعم والله لا والله لا بيقول انت ترى بيقول انت بيقول انت عجل بيقول انت ترى ترى بيقول انت شرع وقف وقف يا صاحبي والله في اصابه رموا ذا الشيء ليه يا ولد لا 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 سلامة سلامة يلا دق على دق على كم بيطرح هو جاء لا مشيخ كم كم والله والله ما والله دقيقة دقيقة خل محمد انت له بالوسخ لا واضح الوسخ لا والله مو يلا يلا محمد مرة واضح محمد مرة واضح وصريح اوه مسر خطا كمل الا مسر يا كذابين مسر الا مسر امانه ابيك والله انا جابر والله انا جابر سلامات علي عشاق لا اما اي والله خطا يا علي عشاق خطا والله والله نحن علي عشاق لا علي عشاق والله لا مشر قم قم اطلع اطلع صلع صلع زادة خلاص ضدك لا تعاين لا تعاين اطلع ارجع 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 الله لا يوفق ارجع يلا يلا ارجع ارجع محمد مسرح يا غبي عبرتني محمد مسرح لا رجع رجع لا تطالع عندك والله لا ما ما عرفت له حمد فرح والله واضح حبيبي انت طيب يلا تعال انا بعلمك خلو 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 لا يا يلا انت تستطيع لا واحد 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 اوه يو 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 خطا خطا والله انت لا لا انا شكلك والله بيك اسم مملك حمد جابر خطا باقي ما اخترت انا قلت قلت انه لا 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 جابر غبي يدين راح يدين راحت حمد جابر واضح انت واضح يلا تاخر بالله لا احد يصدقني في رقبتي بعيد ما له دخل ضربه جماعيه سموها دقيقه لا لا
هابا ترى قاعد تبيع انت اشوف عيونك تقول كذا اسكت هيا يطلع انا ما اقدر اضرب لا تجارون خطا خطا والله انهانا عجل لا 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 عجل غبي يعني يلا والله ها دقيقه 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 فهد وقف لا نكتب لا 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 هذا العدل غريبة انك تجي ايوه رب ما جاك شيء حرام والله احنا لا تخاف اي نعم الله يا اخوي انا بضربه ليه انت اشاك خطا والله ما خطا والله خطا محمد جاب يعني صغير لا 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 ارجع ارجع تعال تعال شباب ارجع 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 يلا عاد احد يضرب في اليمين يضرب في اليسار تعال تعال بس خلاص ايوه خلاص ايوه اقرب اقرب بجاب لا تنوض لا سير مو بقول خلي خلي قدام اطلع والله مو والله مو والله مو انا خرجني اليوم لا 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 سير 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 اسمع لو اختار واحد منهم راح ينزل اختار واحد اختار واحد اصابتين والله ما ادري اختار واحد هذه نزال هذه اختار واحد تقطع اختار واحد يلا من قم قم محمد جابر واحد ولا اثنين هم يطلعون لا لا واحد يلا ليه ليه اثنتين ليه تعال هنا اقرب اقرب عندنا سمعك ضربت حق لا عادي ابو ضحيان تعال ليش طفي والله فيك دم يا ولد فدا فدا ايدي شوي يلا رفس والله ايدي انا تقدم شوي ما تكون لي محمد تعال انت امانه كبر يدك دقيقه لا لا عود عود اوه لا والله ما ابو نزل انت والله ما تهدوا يا عيال سلامات والله ما يستاهل ابو جابر والله يعني انا جبتها صح صح؟ لا 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 بس انه ضربه قويه مره ابو شاكر ابو شاكر لف لف لا لا غلط غلط والله ابو شاكر ابو شاكر والله عايز تو جاي عايز 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 تو جاي يلا لا 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 والله ما والله ما مداني اقسم بالله انا غلط عليك انا ما مداني والله ما يا دقيقة لا دقيقة يا ريت دقيقة خط خط والله والله خط يا ولد يا ولد انزل انت اوب لا والله هذا شنو؟ خاتم 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 فك الخاتم لا والله ما ينفك والله يا الخاتم والله ما ينفك يلا يلا هد 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 يا شباب هد 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 حمد جاوب والله ما له والله ما له ما له جاب في صدر ذا بس انه ضربني في صدر يا ولد كم كم ايش ينضرب هذا انتبه لي يا سلمى والله خطا حاسب لنا خطا اي عصاب يرجع كذا خطا خطا خلاص امان يرجع اي والله والله العظيم لا مسير والله لا يبغى والله فيها بيعه يا نصاب والله فيها بيعه والله لا يعرف ضربه لا 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 محمد لا يلا من اليوم أنا قاعد تعلم محمد أعلم كلكم علمتني خلاص يلا يلا دور يعني حتى لي معلمتك قسم بالله جاني كسر علمتني أنا
جيش جيش كسب كسب بالله انك صل على النبي ابو جابي لا لا باقي سلف سلف صدق والله اقرب اقرب ما ادري يمكن الم بس بسيط باقي لك تك تبغى اكسرها لك والله والله خطا والله خطا واحد يسيط يا اخوي يا اخوي هذا قال خطا الحركه دي حلوه معلش معلش قويتها والله ايه محمد فدع لا تقدر تبايعون والله ابو جابر خطا والله ما له حكس لكن تنام ارجع عشان يلا يلا ارجع يلا ارجع تعال 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 ارجع يا علي علي اسف انت بنفسك ارجع 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 بسم الله ارجع 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 واضح الحال خطا لا 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 بسم الله والله عندك خلني اضرب زين خلني اضرب زين عييت عييت بسم الله عيني فقعت الله علي تعال لا خطا خطا شوي شوي ثاني قاعد اصلا كم خلاص انت خطا بضحيه خطا حمد لنا خطا انا ثقه 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 عليك بسم الله الرحمن الرحيم اللي انا بلعب واضح ذا كبير مره انا محتار بينكم اثنين في تعب الحين صح والله جاب والله جاب خلاص ابو جد بنت على خلاص والله خل خل واو سلم ليش تعلم يا انا كم بالخم والله واضح ترى مرج نيد في ذمتي اللخمه علم علم قال محمد جاب خل يا شباب بالله لا حول ترى علمتوا انتم لا والله ليه لعبه 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 ترى اني احب الالعاب دي ابو جاب ابو خطا كمل يا حلو كمل اوف بين دي من يمين عجل يلا ها عيشك خطا كمل 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 اوه ليه 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 والله قوية والله قوية والله قوية ترى قسم بالله جاني كسر والله من لا والله الدنيا لا بس عيشك صح عليك بالله ما حد واعي بذمته والله ما علم الصدق اي بذمته اه لا بذمتي محمد جابر اذا حطينا بذمتي لا لا خلو 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 انا اللي بطق انا بدخل بالنص دقيقة يا عيال دقيقة دقيقة ادخل انا اصبر خليني بعد لا ما لها داعي والله العلي العظيم شوف الجزيرة الشمال اللي طلع مع عمرو بن العاص فتحوا مصر في ناس بيطلعوا معه هناك دقيقة الحمد لله اللي حمله راية الإسلام منتشرة في بقاع الأرض صح لكن تخيل من شمال من جنوب فرنسا لين هنا يعني عرب في يعني في ناس عرب هناك يعني من 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 تعدد الأجيال والسنوات في كل مكان طبيعي جدا انك تلقى يعني. بس ترى غريب الربع بالسودان في قبائل عربية من عندنا راحت السودان بس نفس طبايعهم عندنا قريب هنا في قريب ايام القنص والصيد لا لا لا, لا 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 قبائل مستوطنه وش قنص ومين لا لا قريب يعني قبائل قبائل مستوطنه رشايدة هي رشايدة عرب من الجزيره هي. العربيه من الجزيره العربيه وغيرهم بعد حتى لهجتهم يرجعون في عرب والله تقول انهم يا رجل من بطن ايوه طب لهجه سبحان الله هي استوطنوا هناك من زمان وحافظوا على اخرجوا شيعة عليه الصلاة والسلام ولا مقتل مرة تدري في قبائل في السودان انها ما تتكلم اللغة العربية سبحان الله والله عندنا عام السوداني يقول لك قال والله في ناس سوداني لكن ما يتكلم اللغة العربية صح 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 فيه فيه ناس في افارقة يعني في اكثر من اكثر من من لغة بس بالسودان ترى في اكثر من لغة بالسودان او لهجات ما ادري لغه ولا لهجه لان من الزبده نفسهم السودانيين نفسهم هم يفهمون ما يفهمونها ايوه هم يفهمونها صح سبحان الله انا غير قبل فتره قريبه جلست اتعمق في موريتانيا موريتانيا الربع دوله شعراء حفاظ منهم والفصاحه موريتانيا
والفصاحه. انا جاتني واحده تابعتني علقتني بسناب قبل فتره، كانت اسم دوله ما هي من شمال افريقيا بس ما ادري ايش كانت، ضيعت انا اللي نسيت ما ادري والله ضيعت. وتكتب فصحى برنامج كل فصحى ما ادري ايش كانت الدوله، لكن اقصد اذكر حتى سناب عنده تقول انا كنت كابتشر انزل تعليقات هذا سياد طبيعتي في سنابات يعني كذا. فتكتب ذكرتهم قلت عربي فصحى، فكانت تقول البرنامج هذا مو قوي عندنا اللي هو سناب. فكانت تسألني ليش ايش تسوي انت ليش، فكانت ترد على كل سناب الحال يعني بغيري برنامج عليها. فعلمتني قلت انا متابعتك من المكان الفلاني ادري ايش شمال افريقيا ايش عاصمتها والله اني ضيعت موريتانيا ما ادري والله موريتانيا لا حط له موريتانيا في حرف الشين وحرف الطاء شط شويط لا شنقيطي اتوقع انه شنقيط ولا ما اعرف شنقيط خميس مشيط لا 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 لاني اعرف نسيتها قبائل من هناك اللي يجيك فلان الشنقيطي الشنقيطي الشيخ في منهم الشيخ شيخ ايوه بس اصوله موريتانيه ولا هو سعودي اوه الشيخ شنقيطي الشيخ شنقيطي خلاص حطوه هناك شنقيط شنقيط وين؟ مدينه ما ادري انا والله شنقيط مين موريتانيا والله الا والله اني مر علي شنقيط هذه بس شنقيط مو والله انا مر علي دقيقه مر علي شنقيط لا شنقيط مو موريتانيا مر علي سمعها من سعيد الكملي سعيد الكملي يا الله يا اخي جميل يا اخي اذا في الرواية يا اخي قصصي انا اخذ مصدر من اثنين من غير قصور باقين اثنين موحى الروقي ادخل سلام عليكم مو ابو سالم معلوم فلان يرد علي خلاص اخذ مصدر من غير قصور باقين تمام في التاريخ سعيد الكملي انا ادخل افتح يوتيوب واسمع مقطع له فلان عن فلان مثلا جاء واحد يقرا انا الحين انت اقرا عن حديث هو كذا ما شاء الله عليه فلان عن فلان عن فلان عن ما قال فلان يعني حديث او روايه او شيء اين كانت يعني فيقول غلط هذا فلان عن فلان عن فلان فلان هذا الثالث او الرابع اللي اسمه فلان ابن فلان ابن فلان اللي كذا اللي سيرته كذا اللي صار كذا ولا شيء لخبط ما شاء الله ولا شيء لخبط فيه عشان كذا ناخذه كمصدر يقولون انا اسمع صالح المغامسي اقرا بعده اي احد اقرا بعده يعني ليش لاني مثلا سمعت صالح عبد المحسن يقول معلومه انا اعرفها فيقول ايش باسلوبه هذا صار معي في حياتي انا كان اخوي واحد من اخواننا الله يرحمه يقول السالفه وانا اعرفها ثم بعد فتره انشد منها انا ملقوف انشد من ذات علوم الاولين فيعطينيها باسلوب ثاني تغيير شيء بسيط احيانا اعطيك تفاصيل احيانا ما اعطيك تفاصيل في تفاصيل اشوفها مهمه ثم السالفه يعرفها مثلا صالح تعطينها بطريقه ثانيه صح واحيانا سالفه انا واقف عليها بنفسي كل من يرويها بطريقته صح نفس الشيء المعلومات اللي انا اعرفها فكل من يرويها بطريقته اما سعيد الكملي فلا سمعت منه عز الله اني ما اقرا حتى يعني وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم انا كنت قاريها بكتابين الرحيق المختوم وهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محب اذكره في الابتدائي في ثالث كذا واذكر يعني بعض تفاصيلها رحت قريتها في الرحيق المختوم في تفاصيل ما ذكرها الرحيق المختوم ما ذكرت فيه ها قصدك في الرحيق المختوم ما ذكرت ما كانت نفس اللي قراتها في كتاب اعتقد جاء سعيد الكاملي جاب اثنين مع بعض جاب روايه احمد جاب روايه عائشه ما شاء الله تبارك الله او ابن المسيب اعتقد عن عائشه او احمد عن عائشه المهم انه جاب روايتين مختلفتين فكان اذكر كان يوم طيب سولف لنا عن وفاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اخي تحزنني يا اخي والله اني حزن مره فتحت سبيس كان بدايه طاقتك تحول الموضوع الى وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام وامتلى سبيس توهقت خلص مات الرسول رحت ذبيت على واحد من خوالي وقفلت سبيس النبي عليه الصلاه والسلام يوم رجع من حجه الوداع طبعا كان في حجه الوداع يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا بعد عامي هذا وكرره مرتين عند جمرات والله ما ادري وين الثاني فيه رجع وبعدها بايام كان مودي جنازه بصلي على جنازه وهو راجع جاه الصداع حتى انهم من شده الحراره يحسون بها من وراء عمامته المستعن فيها يا اله طبعا هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان معنى الحديث الانبياء يضاعف لهم البلاء
يعني الصداع اللي جاني وياك قبل شوي خفيف يجيهم دبل الدبل اللي يضاعف لهم الاجر يوم القيامه. ف رجع وكان تعبان. حتى كانت تقول عائشه وارأسه. قال بل انا وارأسه يا عائشه. او في روحي يا عائشه. تعب تعب وصلى يمكن تقريبا ممكن تجلس؟ انا توترني يا اخي. لا ماشي. السلام. لا 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 الشاهد طول عمر انه في اخر ايامه جاء عمرك طويل. اي والله اسلم اسلم. اي والله اي والله. طيب علي تاخذ اللفه عشان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اخر ايامه قال اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ فعرف زوجاته انه يقصد يبغى يكون عند عائشه. فطلع مسند عاصب راسه او شدد الصداع على الفضل و... أو على المطالب العباس تخط قدمه على الأرض لين أدخله بيت عائشة فقعد فيها. فكان في يوم في صلاة الظهر قال أصلى الناس أو العشاء قال أصلى الناس. قالت عائشة لا ينتظرونك. قال أصلى الناس. قالت لا ينتظرونك. قال صبوا علي سبع قرب. ايوه فصبوا عليه جابوا له زي ما تقول طشت كبير. فجلس فيه صلى الله عليه وسلم وصبوا عليه ثم صبوا عليه مويه ثانيه ثم صبوا عليه سبع. لا اله الا الله. ثم قام طلع المسجد صلى بالناس. اللهم صل وسلم. او طلع المنبر عفوا طلع المنبر خطب اخر خطوه له في حياته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. خطبط والله اني ما ابغى ما ابغى لخبط. اي في الاثنين في الخميس ما ابغى لخبط فيها. المهم انه طلع المنبر اخر خطبه له لحياته. من ضمنها كان يقول ايها الناس بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام لمن امن بي ولم يراني اليوم القيامه. يعني انت صالح امنت بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو يسلم عليك. فاستوصوا بالنساء خيرا اوصيكم بالنساء خيرا واوصيكم بالانصار و يعني خطبة طويلة. قال أيها الناس من أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. معنى الحديث طبعا من أخذت أو من يعني ضربت له يعني اللي بيقتص مني يقتص. قال إن عبدا خيره الله بين زهرة من الدنيا يعني يأخذ نصيب من الدنيا أن يبقى في الدنيا وأن يلحق الرفيق الأعلى. فاختار الرفيق الأعلى يقول إن عبد ما حدد أحد. فقام أبو بكر قال يا رسول الله فديناك بآبائنا فديناك بأبنائنا فأيديناك بأنفسنا فديناك بمالنا. يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وقام أبو بكر قلت وش أبو بكر ما حد ما تعود الصحابة أن أحد يقطع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سعيد الخدري أعتقد أحد الصحابة يقول بالله ما دريت انك معي جالس يسولف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجاي متاخر فتكفى خليه يكمل انا طالب تكفى مسك. المهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في اخر خطبه له في حياته استوصوا بالنساء خير واستوصوا بالانصار وصى الناس وعظهم اخرجوا خطبه طويله من ضمنها قال بلغوا عني السلام وبلغوا مني السلام لمن انا لمن امن بي ولم يراني يوم القيامه. فقال هذا عرضي من أخذت له مال فحتى صلب الناس ثم رجع صعد المنبر ثاني مرة. قال هذا عرضي من يعني اللي ضربته يجي يقتص مني. هذا مالي من أخذت له مال يعني هذا مالي فلأخذ منه. معنى الحديث حتى قام واحد وقال يا رسول الله أخذت مني ثلاث دنانير. قال عطه يا الفضل فضل بن العباس ولد عمه. فكان يخطب وقال إن عبدا يعني زي ما تقول في معنى الحديث إن رجل ما حدد منه إن عبدا خيره الله بين أن يأخذ من زهرة الدنيا يعني يأخذ حق يأخذ اللي من الدنيا ولا أن يقبضها الله أو الرفيق الأعلى. فاختار الرفيق الأعلى. فقام أبو بكر قال فديناك بأموالنا يا رسول الله فديناك بأبنائنا فديناك بأبائنا فديناك بأنفسنا يا رسول الله. فالصحابة ما تعودوا أن أحد يقطع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. كان في رواية قديمة يقول في صلح الحديبة قبل كم سنة راح يفاوض النبي فكان يقول ما رأي يعني واحد من قريش كان يفاوض النبي في صلح الحديبية فكان يقول يا قوم إن شفت ناس ما يسلمون محمد لكم ما راح يسلمون لكم بسهولة. يقول لقد جئت كسرى هذا فلاش باك شوي يعني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه فوالله ما رأيت أحد يحب أحد مثل ما يحب محمد أصحابه.
يقول كان اذا تفل التفله يتقاتلون عليها، اذا تنخم صلى الله عليه وسلم يحطون ايديهم تبركون بها، اذا طاح منه شعره تقاتلوا عليها، اذا توضا تقاتلون عليها، فكانوا يحبون عليه الصلاه والسلام. فما بالك بواحد يقطع خطبته؟ فلج الناس قال ما باله هذا الشيخ، يعني ايش ذا اللي قاطع الرسول عليه الصلاه والسلام؟ في ناس ما يعرفون ابو بكر، فكان يعني ما كان يدرون. فكان ابو سعيد الخدري يقول فكان ابو بكر يدري ان المخير هو رسول الله، ان عبدا ان المقصود به رسول الله، الرسول قال ان عبدا. ثم نزل من المنبر، كانت هذه اخر خطبه له في حياته. دخل بيت عائشه، كان رضي الله عنه اشتد عليه المرض، صلى الله عليه وسلم اشتد عليه المرض، كان يقول يا عائشه اني وجدت اني اجد الم السم اللي في خيبر. لا فقال السم اللي في خيبر، سم اليهود سموه صلى الله عليه وسلم في خيبر. فكان لا اله الا الله، قالوا شلون ضيعت ارفع صوتك. فكان صلاه اعتقد الظهر او العشاء من يوم الخميس، من يوم الخميس العشاء، كان ما قدر يصلي، صب على نفسه ما يبي يقوم، ما قدر يطيح، فكان يصب على ما يطيح صلى الله عليه وسلم ما يقدر. فقال مروا ابو بكر فليصلي بالناس. فكان العرب حديث عهد بالاسلام، توهم مسلمين، فكانوا يتشائمون ويطيرون. فقالت عائشه كانت تراجعه، يعني لا يصلي ابو بكر عشان ما يتشائمون الناس، يعني توفى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما شافوا ابو بكر تذكر وفاه الرسول عشان ما يتشائمون الناس. فكررت له فقال انكن صويحبات يوسف، مروا ابو بكر فليصلي بالناس. فصلى ابو بكر بالناس. كان في احد الصلوات طلع الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء ابو بكر بيترجع بيرجع، فقال خلوه، كان يشيلونها اثنين، فجلس جنب ابو بكر فكان يصلي وابو بكر يرفع الصوت من شده التعب صلى الله عليه وسلم. وكان يوم الاثنين اخر يوم له في حياته، طلع صلاه الفجر، كان يصلي ابو بكر، فطلع صلى الله عليه وسلم والناس صلوا الفجر، كشف الستار فطل عليهم، كان كأن شراقة الشمس، فطل عليهم فشافهم يصلون، فبغي ينفتنون الناس، بغي ينفتنون في صلاتهم. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم رجع، يعني قال خل، كان بكر برجع، فقال لا خلك، سكر الستار ورجع. كانت هي آخر مرة يطل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان بين عليه أنه متعافي، بين عليه أنه تشافى شوي. طلع ابو بكر، الناس خلاص قالوا اني تباشر وان شفى رسول الله عليه الصلاه والسلام. طلع ابو بكر الى السنح، يعني طلع طرف المدينه عنده بيت هناك، فارتفع الضحى فاشتد، رجع التعب للنبي عليه الصلاه والسلام. فكانت عائشه ماخذته وحاطته في حجرها، كان يقول لا اله الا الله، يعني اشكى من الصداع واصدعه. دخلت عليه فاطمه بنته، طبعا فاطمه متعوده ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دخلت عليه يقوم، هو ابوها وهو اللي رغبته امر سائر الناس مو لها الحاله. فكان يقوم، كان متعوده انه يقوم ويقبل جبينه كل ما دخلت عليه. دخلت هذه مره ما قام، فقالت وابتاه وكرب ابتاه، فقال ليس على ابي كرب بعد اليوم. فناداها وسارها شاورها فبكت، ثم ناداها ثاني مرة وشاورها فضحكت. طبعا بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام سألوها، قالت إنه شاورني قال إني بموت فبكت، ثم ناداها وشاورها وقال إنك أنت أول أهلي اللي حقن بي، فضحكت. فاشتد عليه الصلاة والسلام المرض. كان يقول في حديث قديم مثل ما قلت إن الأنبياء يضاعف عليهم العذاب، العفو صلى الله، يعني يضاعف عليهم التعب، المرض يضاعف حتى أيا كان الابتلاء، يضاعف لهم حتى يضاعف لهم الأجر. فدخل عليها، دخل عبد الرحمن أخو عائشة كان معه مسواك، فقالت عائشة يا رسول الله تبغى المسواك؟ فأشار إيه برأسك، فأخذ المسواك، فكان يعني قاسي مسواك ناشف، فقالت ولينك؟ فقال إيه، فلينت مسواك وعطته استاك، كان يحب السواك صلى الله عليه وسلم، حتى كانت تقول إن جمع الله به في يومي، كان من تفخر تقول ان الرسول مات في يومي وفي حجرتي وبين سحري ونحري، وجمع الله له بين ريقي وريقه او ريقه وريقه. فكان عليه الصلاه والسلام بعد ما خلص من المسواك يحط ايده في مويه جنبه يمسح على وجهه لا اله الا الله ان للموت لسكرات. طبعا ما بقى الا عائشه وهي،
وهو صلى الله عليه وسلم كان منسدح في حضنها أو في حجرها يحط يده في اليمسح على وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. كررها لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم هجدش أو سكت شوي ثم قال لا إله إلا الله بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى مع لا مع النبيين والصديقين والشهداء مع الذين أنعمت عليهم بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة فعلمت أنه يخير أن ما يموت لأنه يخير. فكانت شرح كذا في رحيق المختوم. تقول ثم سكن نفسه وارتفعت بصره إلى السماء ورفع سبابته وكان رافع سبابته يتشهد لا إله إلا الموت سكرات. ثم سكنت سبابته. تقول فعلمت أنه مات. فهي تقول لجهلي رضي الله عنها أني نزلته وصاحت في الناس. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أحب لهم من أنفسهم ومالهم وكل حاجة. فصاح لج المسجد كله مسجد. كل واحد يصيح من عنده. لكن تخيل عمر بن الخطاب الفاروق أشد الناس على الحق اللي فرق الله به بين الحق والباطل اللي وافق القرآن في آيات كثيرة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قبل يموت قال يعني عاهد ولي أكتب لكم. فكان كلهم يقولون أعطوا رسول الله خليه يكتب قبل يموت فمرضه. فقال إلا عمر. عمر يقول لا القرآن السنة موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني يعني وافق كلام عمر. عمر في ذا الموقف وقف في المسجد وقال من قال الرسول الله قد مات والله لا ضرب عنقه. إنما يعني الرسول ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. من قال الرسول الله قد مات والله لا أضرب عنقه. فدخل هو المغيرة بن شعبة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان مسجع مودد على الأرض مسجع. فجاء عند راسه قال واغش إياه يا رسول الله. كان مو مصدق أن الرسول قد مات. فتنة صدمة. فكان بيطلع من عند الباب فقال المغيرة بن شعبة يا عمر مات رسول الله يا عمر. فقال عمر كذبت. ما مصدق عمر يقول كذبت انك تبغى الفتنة انت. فجاء عمر ابو بكر الصديق رضي الله عنه دخل المسجد ما كلم احد ودخل حجرة عائشة فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بجسده الطاهر مسجع الارض مغطى. فجاء عند راسه وكشف الغطاء عنه ثم قبل مع جبينه قال وخليلاه. ثم قبله مع جبينه ثاني مره قال وحبيباه. ثم قبله ثاني مره مع جبينه قال ورسوله ونبيه والله لا اجمع عليك اللهم استني في الدنيا وفي الاخره. ثم طلع لعمر يحلف والله ما مات رسول الله والله ما مات رسول الله. فقال يا عمر اصبر يعني. فقال لا ما رد عليه عمر. فطلع ابو بكر حمد الله واثنى عليه وقال الآية المشهورة. فالناس راحوا تركوا عمر راحوا لأبو بكر قال من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر فلما سمعت أبو بكر قال تلا آية إنما محمد لا إله عبد المشتر رجيم إن محمد أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. الآخر الآية أبو محمد الرسول قد خلت من قبل رسل فإن مات من قتل انقلبت على عقاب. إلى آخر الآية. يقول عمر في يوم سمعت الآية هذه يقول ما قدرت تشيل رجولي. يقول أبى أتحرك ما قدرت تشيل رجولي. يقول فسقطت فأغمى عليه أيقنت الرسول الله قد مات. عاد ما دفن في اليوم الأول دفن بعده بكم يوم. فيوم دفن حتى كانت فاطمة تقول يوم دفن يقول دفنوا في الليل ما علمنا الرسول قد دفن حتى سمعنا صوت المساحي. فتقول فاطمة تقول أنس يوم دفن جاتنا فاطمة قالت يا أصحاب محمد يا أصحاب رسول الله كيف طابت أنفسكم تدفن رسول الله تحت التراب. كيف طابت نفسي أنا دافن واحد من أخواني بغيت أنجلط. كيف طابت أنفسكم أن تدفن رسول الله. يقول أنس يقول فالله أنكرنا قلوبنا حتى بغت جفتنا. كيف دفن رسول الله كيف طابت نفسك تدفن التراب على رسول الله. يقول أنس فأظلمت المدينة. يقول يوم جانا رسول الله أشرقت المدينة كل شيء. يقول يوم مات استوحشت حتى كانت موحشة مظلمة.
هذا القصص رواية فيه كثير يعني كل له رواية. ما تدفنا ذكرت بيت ناصر القحطاني اللي مروا عليها التراب مدورين الأجر. اي ثم معهم ورديته ثم صح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اقسم بالله انها قصة قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بها دروس عبر كثيرة وكل واحد له رواية. أتدري ما جيت طلبني إياها من زمان ما قلتها؟ أقدر رصيد. اقرب الناس لخان رحلتي رحلتي كلها اللي دقيقة بالله صالح البلوي يومين ان شاء الله وانت معنا يومين بس يا صالح البلوي صالح البلوي عبد العسير يومين يومين اسلام ابو خذني ليه يومين ليه يومين ليه خلهم يرفعونك صالح ابيك موضوع لا 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 موضوع لا 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 موضوع موضوع لا 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 اصحبني اصحبني موضوع خلع النبي صالح هاتوا يا خلاص يا خيال لا لا خيال دقيقه دقيقه يلا يلا يا انا انا دقائق جملوها يا حبيبي ولحظة ما أنساك لك أمر الحياة الظاهر من أهديك تبقى أنت حبيبي وابقى أنا وياك مهما سنين عمري تروح وتتعب بني أوفي عليك احتارك يبقى الهبشة لما قلبي يدق بغار عليك لما عيني ترق بصون عليك ولما قلبي يدق بغار عليك ويلي يلا يا قلبي يحبك يجيك ويلي بعد شو تسوي انت سويت العليم ترك الروح بالم خلا جلبت عيونك وصفتها أنا مجروح والعسرة وياك سبا اشتقنا يا حلوة واشتقنا اشتقنا ثمان مبارقنا اشتقنا يا حلوة واشتقنا لكن الزمان مبارقنا يا ما يا ما ويا ما تعادنا وبنار الشوق تولانا يا ما يا ما ويا ما تعادنا وبنار الشوق تولعنا يا حلو اشتقنا يا عيون خلي صالح يرجع خلي صالح يرجع فانا بنجد لنا ملا يا علا كان في صدره جوابي صنع العب المنكوش وحب وباع ضمن في
وانتبه لعن العز والطاعه وانتبه ضقنا بجود يا الله وسع ويا حط له على كل سماع يا الله شايف القمة بعدها تجمع بلغ جذر بدايع الله كان بصدر جوامير صناع بيض الله يجيكم بيض الله يجيكم سألون الناس عنك يا حزر سألون الناس عنك يا حبيبي المصطة ذي مع الفلاح يا لبيت والله يا جو النعام حق نوم أنا خلاص السماء والعلالي نجمنا فوق العالي اصلي قول انا نجتمع ما افترقنا واضحين بهدفنا كنجوم صنعنا واختمع ومجتمعنا نجتمع ما افترقنا واضحين بهدفنا يا هدايا والاشواق عدت حدود الافاق قبلنا يكتب التاق مرحبا يا بدايا Oh,